الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، السابعة بتوقيت غرينتش. أحداث كركوك، رسالة واضحة إلى معارضي الملك. لم يكن أحد يشك في انزعاج نور الملك الشديد من حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها مدن عراقية عدة منذ شهور، فهي موجهة بالأصل ضده شخصيا، حيث يتهمه المحتجون باللعب على وترة طائفية وبالتغول على معظم السلطات في البلاد. حتى حلفائه الذين هم في التيار الصدري والكتلة الكردية بدأوا ينفضون تدريجيا من حوله. رئيس الحكومة العراقي كان يرى في حركة الاحتجاجات التي بدأت في الأنبار لتتوسع لاحقا إلى مناطق أخرى محاولة من قبل البعثيين السابقين لبث الفوضى في البلاد، وهدد أكثر من مرة باللجوء إلى القوة، ونفذ ذلك في الفلوجة قبل أشهر. لكن أحدا لم يكن يتوقع أن ينتهي اعتصام الحويجة في كركوك بهذا الشكل الدموي، خاصة وأن هذه المحافظة لا تزال محل نزاع بين الحكومة المركزية والأكراد. أحداث كركوك، رسالة واضحة إلى معارضي الملكي، موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية. حوار الليلة مع مهند الخطيب. نرحب بضيوفنا في حوار الليلة. معنا من بغداد رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية عادل المانع، ومعنا من أربيل رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين جوتيار عقراوي، وسينضم إلينا من باريس بعد قليل مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية يحيى الكوبيسي. بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. قبل أن نبدأ النقاش، هذا موجز من الأنباء. أحداث كركوك، رسالة واضحة إلى معارضي المالكي، موضوع حوارنا لهذه الليلة. أرحب مرة أخرى بضيوفنا. معنا من بغداد رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية عادل المانع، ومعنا من أربيل رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين جوتيار عقراوي، وسينضم إلينا من باريس مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية يحيى الكوبيسي. أذكركم أن بإمكانكم المشاركة أيضا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بالضيوف. أبدأ معك من بغداد أستاذ عادل، مساء الخير، مرحبا بك. مجزرة الحويجة، هذا ما يطلق عليه اليوم ما حدث في مدينة الحويجة في كركوك. أكثر من 50 قتيل حتى الآن، عشرات بل البعض يقول مئات الجرحى، استقالة وزيرين، هناك انشقاقات كبيرة في صفوف القوات المسلحة في بعض المناطق، هناك دعوات الآن للانتقام وحمل السلاح ضد القوات النظامية. ما الذي يحدث في الحويجة وما الذي أدى إلى كل هذا التوتر، هذه الأزمة السياسية والأمنية التي لم يشهدها نور المالكي منذ توليه السلطة؟ سيد عادل تسمعني؟ طيب أعتقد السيد عادل لا يسمعني. أستاذ جوتيار أرجو أن تكون تسمعني من أربيل. نعم. ما الذي أزم الأمور ودفعها بهذا الشكل إلى هذا التصعيد الدموي الخطير الذي يحذر الكثيرون الآن من أنه سيكون له تبعات خطيرة في العراق؟ بداية شكرا للاستضافة وأرحب بضيوفك الكرام. حقيقة أن النظام السياسي يعني في العراق أو العملية السياسية بالعراق هي غير صحية، بمعنى طبعا بدأت بناء المؤسسة أو المؤسسات في الدولة على أساس التوافق فيما بين كافة القوى السياسية في بجميع طوائفها الشيعية والسنية والكردية، ولكن يبدو أن هذه العملية لم تحقق هذا التوازن فيما بين هذه القوى، وبالتالي حاولت كافة القوى أو مجموعة من القوى لتقريب من وجهات النظر بين هذه القوى السياسية، وتم الاتفاق على مجموعة من المبادئ أو عقدت عدد من الاجتماعات من بينها اجتماع أربيل، ومما دفع بالقوى السياسية أن تتفق حول
تشكيل حكومة المالكي في 2010، ولكن للأسف هذه الاتفاقيات لم تحقق ما يصبو إليه القوى السياسية وبالذات القوى السنية المتمثلة بالقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني ومجموعة القوى السياسية أخرى. هذا ما دفع أن يتفكر النخب السياسية السنية في العراق أنهم مهمشون، وكذلك أيضا لم يتم تحقيق تلك النقاط أو لم تستجب الحكومة حكومة المالكي للنقاط أو اتفاقية أربيل حول على سبيل المثال تأسيس مجلس السياسات أو الاستراتيجيات الوطنية في العراق حيث كان يمثل فيها السيد أياد علاوي كرئيسا لها. بالتالي أيضا هنالك أيضا نوع من المطالبة بتعديل بعض القوانين مثل العدالة والقانون العدالة. طيب يعني هذا كله مفهوم دكتور عقراوي، هذه المطالب السياسية معروفة، هناك فئة كبيرة تعتبر نفسها مهمشة ولديها مطالب محقة حتى باعتراف السيد المالكي. أنا سؤالي أنه ما الذي دفع الأمور إلى هذا الحد من الدموية؟ اليوم البلاد على شفا حرب أهلية بكل معنى الكلمة. اليوم هناك دعوات في بين كثير من العشائر لحمل السلاح في وجه الحكومة، هناك مهاجمة لنقاط للجيش والشرطة، هناك يعني دعوات تمرد بكل معنى الكلمة. يعني لا يمكن لعملية سياسية غير صحية أن تؤدي إلى مثل هذه النتائج. هناك تهميش حقيقي، يعني مثلا السيد نور المالكي يطالب بحكومة أغلبية سياسية، وهذه الأغلبية السياسية لا تستجيب للتوافق أو المكونات الأساسية داخل العراق، بمعنى أن وإن تم تنفيذ هذا المبدأ أو تحقيق هذا المبدأ للأغلبية السياسية، هذا لن يرضى به مثلا المكون السني أو المكون الكردي، لأن ليس هنالك ثقة حقيقية فيما بين هذه القوى السياسية. بالتالي هناك موضوع مهم جدا وهو يتعلق بأن لا يزال الدستور موضوع على الرفوف ولم تحقق على أرض الواقع شيء من هذه المواد الموجودة داخل الدستور، وبالتالي عدم وجود هذه الثقة وضعف القوى الأمنية ومطالبة القوى السنية بإعادة النظر في تشكيلات الأمنية والتشكيلات العسكرية وإعادة البعثيين إلى صفوف القوى الأمنية والعسكرية، هذا أيضا دفع بأن يعيدوا التفكير في أن للسنة الحق الأساسي في حكم العراق. لذا طيب. هنالك أيضا عامل آخر يتعلق بالخطاب السياسي السني الذي لا يزال يتصور بأنه يستطيع أن يعود كما كان قبل 2003 بحقيتهم في حكم العراق وحقيتهم في إدارة سدة الحكم في العراق. هذا مما دفع أن الناس أو الجماهير في المحافظات السنية أن يتظاهروا طيب. ضد هذه ماشي. التعسف. واضحة الفكرة دكتور عقراوي. إلى القوى الكردية أيضا. طيب دعني أنتقل إلى ضيفنا في بغداد الأستاذ عادل المانع، رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية. مساء الخير أستاذ عادل، أرجو أن تكون تسمعني الآن. مساء الخيرات، أهلا ومرحبا. اليوم حدثت مجزرة في الحويجة، مجزرة بكل معنى الكلمة، هكذا وصفت في وسائل الإعلام وفي الكثير من المراسلات ويعني على مواقع التواصل الاجتماعي. من المسؤول عن هذا الوضع الذي وصلت إليه الأزمة السياسية والآن التي تحولت إلى أزمة أمنية في البلاد تهدد مصير البلاد؟ بدءاً تحياتي لك أستاذ الخطيب ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة سكاي نيوز أينما كانوا. أنا دعني قبل أن أجيب على تساؤل جنابك الكريم، لدي بعض التعليقات على ما تفضل به ضيفك من أربيل، ولعل ما تفضل به هو يعني يعبر عن وجهة نظره الخاصة وليس قراءة سياسية لما يجري على أرض الواقع حقيقة. وأنا أستغرب من هذه الطروحات التي باتت أشبه بالعقيمة اليوم حقيقة، يعني ما السنة لهم أحقيتهم في حكم العراق واليوم ما يدعون. أنا أتصور أنه اليوم إحنا محكومين في دستور عراقي
صوت عليه 12 مليون بتوافقات سياسية أيضا بين شرائح الشعب العراقي الثلاثة أو المكونات الكبيرة ككرد وشيعة وسنة، وهذا بالاتفاق. فالأغلبية يعني الحكم للأغلبية لمن يصوت في صناديق الاقتراع، إذا ما علمنا أنه هناك نسبا حقيقية ما يتقاضاه الأكراد 17% من ميزانية الدولة العراقية، هذا يعني نسبة السكان وإن كان عليه اعتراض هي أقل، ولكن دعنا نتماشى مع 17%، مقابلها 17% سنة زائد واحد أقليات يصبح المجموع 35 زائد 65 أغلبية شيعية، فكيف يحق للسنة أن يتقدموا بهذا؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه يقول أنه النظام السياسي غير صحي. يا سيدي العزيز، إذا كانت الديمقراطية هي غير صحية، أي نظام تريدون للعراق؟ أي نوع من الأنظمة تحكم العراق؟ لطالما نحن عانينا من النظام السابق الدكتاتوري يعني والأنظمة البائدة. القضية الأخرى أنه الأغلبية السياسية التي يدعو إليها السيد المالكي، أو ليست هي واحدة من مفردات الحقيقية الممارسة للديمقراطية في كل الأنظمة البرلمانية بالعالم، أنه الأغلبية السياسية ومن يريد أن يعني يقوم الحكومة أو يدافع عن الشعب بطريقة حضارية فليجلس مجلس المعارضة في البرلمان العراقي. يعني أنا أجد هذا تناقض غريب. أما في جواب سؤالك الكريم عنه الدوافع التي أدت إلى تصاعد هذه الأزمة، أنا بتقديري الأزمة ابتدأت يعني بافتعال سياسي من الدرجة الأولى، لطالما أنها ابتدأت بالأنبار. وما أن صوتي واضح؟ واضح واضح واضح، تفضل أستاذ عادل. لطالما أنه ابتدأت الأزمة على أعقاب يعني مسك حماية رافع العساوي وزير المالية، وما لبثت أن انضمت إليها الموصل وانضمت إليها سامراء، دعوة التظاهر والتعبير عن 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 الحقوق هذا أمر كفل الدستور العراقي، وكذلك هو مكفول من قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كلنا نقر به على مستوى شعب، على مستوى حكومة، على مستوى برلمان، ولكن المشكلة في طريقة التعاطي مع حرية التعبير عن الرأي. يعني أستاذ عادل اسمح لي، أنت تتحدث عن وضع ديمقراطي في العراق وكأنك تتحدث عن سويسرا، يعني الوضع ترسمه لنا بشكل بصورة وردية. نعم جميلة. نعم جدا. نعم نعم. وكأن كل هذه الآلاف التي تخرج إلى الشوارع ناس ليس لها أي أحقية في المطالب التي تطرحها، وهم جماعة غوغاء لا مجال لهم للتظاهر لأن كل شيء ماشي على ما يرام. لا، ليس هذا ما أردت القول يا سيد العزيز. يعني عباراتي واضحة. ثق أنا لست يعني مزيفا للحقائق بقدر ما أنا أضع النقاط على الحروف وعلى تماس مع الشارع العراقي. ما يجري من تعبير ديمقراطي في العراق قد لا يجري في كبريات الدول الأوروبية. نعم، ولكن التعبير الديمقراطي الآن وجه بالأسلحة وسقط الكثير من القتلى. دعني أكمل الفكرة باختصار لو سمحت أستاذ عادل. يعني أنا ليلة أمس مع أحد الكبار السياسيين تلقى اتصالا هاتفيا من داخل الحويجة من بعض العشائر العراقية، واسمح لي أنه ما أسمي العشيرة خشية من أن نقع في إشكال، يطلب منه أن يتوسط لدى رئاسة الوزراء لاحتضان هذه الأزمة، لأنهم ذاقوا ذرعا ممن يدفع بهؤلاء الشباب إلى ساحات الاعتصام، ولكن الأغلبية صامتة تخشى أن يعني اليوم قضية النقشبندية وما يدفع باتجاه عزة الدوري، قضية الأجنحة التي يخطط لها من خارج أسوار الوطن، ولعل ما حصل في قطر ودعني أقول وبصراحة وبحضانة استخبارية أمريكية قطرية تركية للمشروع الذي جرى وما أعقب يعني زيارة رئيس الآن أمريكا صارت ضد حكومة نوري المالكي. يعني ما فهمت عليك مظبوط. لا، أمريكا ليست مع ضد حكومة الأغلبية، هكذا تعاملت مع الربيع العربي ومع دعم الإسلاميين. هل هي يعني بجهة الإسلاميين؟ لا، أمريكا تريد أن تطبق نظام الشرق الأوسط الجديد الذي كان كثير من حكام العرب لا يعرفه، اللي هو ماضي بطريق التقسيم. وها يعني تركيا الآن تتحدث طيب. ماشي. استقطاع الشمال السوري وما إلى ذلك. عظيم، نقاط عديدة أثرتها أستاذ عادل، دعنا نستمع إلى رد منها من الأستاذ من الدكتور عقرب. دكتور عقراوي، ما رأيك؟ أولا طروحاتكم عقيمة كما قال الأستاذ عادل، هذه
كلها المسائل التي تجرى هي مسائل مفتعلة، افتعال سياسي، هناك أجندات معينة، عزة الدوري يدفع بجماعته، وهناك شرق أوسط كبير تسعى الكثير من القوى إلى تحقيقه. ما رأيك؟ يعني مرة أخرى يعني قضية لا تزال نظرية المؤامرة يعني هي الحاضرة في الفكر السياسي لدى النخبة السياسية في العراق، وهذا يعني حقيقة مشكلة كبيرة. احنا لدينا مشاكل حقيقية داخل العراق تتعلق بتقديم الخدمات، تتعلق ب البناء، أو تتعلق حتى الديمقراطية التي نحن قد ناضلنا كافة القوى السياسية ناضلت من أجل اتيان بنظام ديمقراطي صحي، ولكن الآن ترى منذ 2003 ومنذ تشكيل الحكومة العراقية 2005 وسنويا تحصل واردات العراق أكثر من 100 مليار دولار، لا تزال هنالك العراق ثاني دولة تحت خط الفقر، لا زال العراق لحد الآن ثاني دولة أو أول دولة بعد الصومال تعاني من قضية ظاهرة الفساد، لا تزال المؤسسات السياسية في العراق مترهلة، لا تزال هنالك سياسات تعسفية تجاه القوى السياسية الأخرى، وحتى أن القوى الكردية قد لا تزال لديها مشاكل مع بغداد فيما يتعلق بمادة 140، فيما يتعلق بقضية البيشمركة، ولحد الآن قضية الـ 17% التي تحدث بها ضيفنا الكريم، لا تزال القوى السياسية وخاصة التحالف الوطني وخاصة الحزب الدعوة يستخدمها كورقة مساومة للحصول على تنازلات من الطرف الكردي، حتى القضية فيما يتعلق بالبيشمركة. لذا أتصور نحن دائما ندعو إلى تأسيس نظام ديمقراطي، ولكن أي نظام ديمقراطي يكون فيه تعسف وتهميش وأيضا تحقيق حتى أن القوى السياسية داخل التحالف الوطني كالصدريين وحتى المجلس الأعلى يرفضون قضية الأغلبية السياسية، لأن الأغلبية السياسية لا تحقق تلك التوازن فيما بين المكونات الموجودة داخل العراق. هذا من جانب، ومن جانب آخر يعني المشاكل لا تحل بهذا الشكل. فإذا ما هو الفرق بين ما كان يقوم به صدام حسين قبل 2003 وما يحصل الآن في العراق؟ صحيح هنالك قوى مسلحة تدخل في مثل هذه المظاهرات، وأيضا قد تكون هنالك جوانب أو قوى خارجية تلعب في هذه المنطقة وتحقق لها مصالح، ولكن من الذي دفع بهذه القوى أن تتدخل؟ أليست من أحرى من الحكومة العراقية أن تلتفت إلى مواطنيها وشعبها وأن تحقق ما يطالبه؟ يعني أنت تتفق أن هناك عناصر مسلحة كانت مندسة بين هؤلاء المحتجين في الحويجة بالتحديد؟ حقيقة أنا ليس لدي معلومات يعني حقيقية أو معلومات تثبت أن هنالك قوة، ولكن هنالك يعني محاولات خارجية وهنالك محاولات داخل العراق لتأزيم الموقف أكثر وأكثر، وهنالك أيضا للأسف سياسة طائفية، هذه سياسة طائفية يوما بيوم تزداد، وهذه السياسة تؤجج من الأزمة وتحول العراق من أزمة إلى أزمة. ليس هنالك حلول حقيقية للأزمات، هنالك ترحيل للأزمات، هنالك حل جزئي ومؤقت للأزمات أو ترضية. لذا أنا أتصور العملية السياسية في العراق تقوم على أساس المساومة والترضية. يعني دعني أقول أن هنالك كثير من البعثيين قد أعلنوا ولائهم للمالكي ولم يتم محاسبتهم وفق القانون العدالة والمساءلة. يعني هنالك معايير مزدوجة، هنالك أيضا نخب مثقفة قد دعوها المالكي من خارج العراق لكون أنهم يولون المالكي. هذا المعيار المزدوج لا يحقق النظام الديمقراطي ولا يحقق الاستقرار بالعراق. لابد أن الحكومة أن تلتف لقضايا أهم، تلتف إلى الخدمات، تلتف إلى قضية تقليل مظاهرة حتى لا نضيع الموضوع الأساسي. دكتور عطراوي إذا سمحت لي، يعني أود أن أعود إلى أحداث الحويجة تحديدا. أستاذ عادل، يعني بغض النظر عن الشق السياسي وهو الشق الأهم ربما، نحن الآن نتحدث عن وضع أمني على حافة الانهيار. البعض يقول أن العراق غدا لن تكون كالعراق بالأمس،
هناك دماء سالت، هناك عشائر مستنفرة، هناك دعوات إلى النفير العام، هذا وضع مزري أمنيا. من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ يعني في الدول التي تحترم نفسها رأس الدولة الذي هو رئيس الوزراء، وزير الدفاع، قائد الجيش يقدم استقالته على الفور. يا سيدي الفاضل، لو كنت سألتني عن أنه كيف جرت أحداث الحويجة لكنت أقول وبصراحة أنه الحويجة لأنها جزء من كركوك، وكركوك ابتداء هي منطقة متنازع عليها ولم يستقر السياسيون عليها منذ بدء تاريخ الدولة العراقية عام 1920 ولغاية يومنا هذا. أنا أتصور أنه لحساسية المنطقة جاءت قوات أمنية لحماية المتظاهرين فيها، والرتل العسكري ما أن اقترب من ساحة التظاهر حتى رشق ورمي بالأعتدة النارية. فبالتالي ماذا تريد أن تكون ردة الفعل للجيش العراقي الذي جاء ليحمي المتظاهرين أن يتواجه بهذه القضية؟ هذا جانب. الجانب الآخر أنه ما يحكى ويحاول البعض، يعني ممن يرتبط بأجندة معينة أو يرتبط للوصول بهدف معين، يعبر عنه كشخص ويعبر عن كتلته أو عن 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 حزبه. أنا أتصور اليوم الحديث عن ما يجري على الساحة السياسية العراقية من الأعم الأغلب ممن يرتبطون هو خارج دائرة الحقيقة وخارج دائرة الواقع، لأنه هذا اليوم الإفلاس السياسي. لماذا هذا سؤال مهم وغاية في الأهمية، لماذا لم يتقدم الجيش العراقي إلى اقتحام ساحات التظاهر في الأنباري أو الموصل أو سامراء اللي صار لها إحنا دخلنا الشهر الرابع أو نهاية الشهر الثالث؟ لماذا في الحويجة منذ يومين؟ لو كان فعلا هناك توجه من قبل الحكومة لقمع المتظاهرين لحدث هذا في الأنبار، لحدث هذا في الموصل وكذلك في سامراء. لما تطلق صيحات الإعلان سافرة من ساحات الاعتصام، طيب، على انه قادمون يا بغداد وسنسقط الدستور، هو اللي يريد يعبر عن رايه بشكل صحيح. هل يبيح له الدستور ان يقول ساسقط الدستور؟ لا، اقول فلاسقط المالكي، فلاسقط الحكومه، هذا صحيح، ولكن ان تسقط الدستور هذا يعني انه هناك مخططا يجري وانت واحد من بيادق الشطرنج التي تحرك من خارج اسوار الوطن. القضية الأخرى، أنا أتصور أنه الأخ يعني من كردستان، مع شديد واحترامي وتقديري له، هو لا يمثل وجهة نظر الشارع الكردستاني إطلاقا. لا أحد يمثل شارع، كل شخص يمثل نفسه يا أستاذ عادل، بما فيهم أنت وأنا. لا مو احنا الان نحن على فضائيه عالميه مرموقه يراها الملايين، فبالتالي انا اعبر عن وجهه نظري تاره واعبر عن وجهه نظر الشارع العراقي تارة. انا لا ادري كيف يمكن قياس هذا الامر، يعني كل واحد يعبر عن وجهه نظره، هذا انا الذي اعرفه كاعلامي وكمدير للحوار. انا لا احاورك على انك انت معبر عن جزء من الشارع العراقي، نحن دعوناك للتعبير عن وجهه نظرك كباحث وكمتخصص وكشخص خبير. ما أعتقد به على أنه الإعلامي هو برلماني وإن لم ينتخب عبر صناديق الاقتراع، طيب، وهو مفوض من الشعب تفويض كامل، وإلا لما كانت السلطة تنعت بالسلطة الرابعة. ماشي، طيب أستاذ عادل خليك معنا لو سمحت، أنت والدكتور عقراوي أيضا سينضم إلينا الأستاذ يحيى الكبيسي بعد الفاصل. بعد الفاصل نود أن يعني نطرح التساؤل، إلى أين تسير الأمور في العراق؟ هل هناك بالفعل مزيد من التصعيد؟ والسؤال الذي طرحه الأستاذ عادل قبل قليل، لماذا الحويجة تحديدا وقعت فيها هذه المشاكل دون غيرها من المناطق التي شهدت احتجاجات؟ بعد الفاصل.